يا مجيب هيبة الهيبة دخل بسم الله الرحمن الرحيم. يتلجوا الصدر وما يتلجوا الصدر وما أفرحني شخصيا في هذا اللقاء هو الروح الرياضية العالية السائدة بين جماهير الفريقين، بين جماهير فريق الجيش الملكي وجماهير جماهير التطوانية. فجماهير العسكرية اليوم أعطت درسا في الانضباط وفي الأخلاق وفي النظام والانتظام وفي جميع يعني جميع الصفات المحمودة والحسنة التي يمكن إطلاقها على على على, على جماهير كرة القدم. فبجانب التقني كنطلب الله عز وجل ان الجمهور انا فريق الجيش الملكي اللاعبين جمهور فريق الجيش الملكي يبلوا البلاء الحسن ويؤديوا مقابله في المستوى ويتفانوا في الشق التقني باش يفوزوا بالكاس 12 اللي غابت على خزينه الفريق منذ 2009. 12 توقعاتكم المقابله صعيبه ماشي سهله لان فريق المغرب التطوالي عنده حافز مهم في هذه المقابله وهو كونه كيرجع للقسم الاول وإلى تخيل لي جوغ ديالو سون تري موتيفي دونك غتكون مقابله صعيبه ولاعبي الجيش الملكي كاينين فيهم لاعبين متمرسين دونك المقابله غتلعب على جزئيات بسيطه وكنطلب من الله سبحانه وتعالى ان النصيب يكون مع حليف فريق الجيش الملكي. السلام عليكم خويا، حنا جينا من الجاليه من ايطاليا باش اليوم نتفرجوا في هذا الفينار وان شاء الله الرباح والدراري تبارك الله كاملين جايب واحد العزيمه والاراده زعما باش نديو هذا اللقب ان شاء الله نرجعوا للرباط ان شاء الله والحريه المظلومين ان شاء الله بغينا دوك السجناء حتى هما يكونوا معنا وكما كتبت ان شاء الله يخرج ان شاء الله كامل الحريه لهم. تحيه جينا من كازا من الرباط من كاع المدن حتى بوغ لانستون راه كاين ان ديسبوزيتيف سيكوريتير اي بيان لي سوبورتير كيف ما شفتوا راه ديال تطوان بحال ديال لي فار كندخلوا مع بعضياتنا يعني ما كاين حتى شي مشكل. بوبليك ديال لي فار ما عمره ما كان عنده شي مشكل مع شي حاجه يعني الا وقعت شي حدث هذاك الشيء راه كيبقى ايزولي ما محسوبش علينا حنايا. بوغ لا رونكونتر نقدر نقولوا حنا دابا فافوري سيغ لو بابي مي بون نيسبير غاني ça serait notre 30e titre الى ربحنا و لو 12e في لا كوب دو 30 دونك حنايا هما الزعيم وان شاء الله خاص تبقى الفير بلاي هذا سي البلوز امبورطون وكنشكروا الناس على هذا التنظيم تنتمناو يبقى كل شيء دايز بحال هكذا وديما عسكر. والتنقل كان كبير من جماهير الجيش الملكي واخا كيمر بازمه وكنتمناو من اللعابه يكونوا رجال وكنتمناو لاكوب ان شاء الله حيت حنا محتاجينها وفارق الجيش الملكي راه كبير وفارق الالقاب كنتمناو نفوزوا باللقب. النتيجه المتوقعه؟ كان بغينا غير نديو لاكوب باش ما كان ان شاء الله بغينا لاكوب وكنتمنى من اللعابه يقوموا بالواجب وكنتمنى من الجماهير تمشي بسلام وتجي بسلام. راه بحال 3-0 ان شاء الله ولا 2-0 هي القليله. 2-0 ان شاء الله. مزيانه كل شيء داز بخير اللهم ولك الحمد. تسناو دابا الماتش يسالي وعرفت فاش هذيك الساعه في مربوحه ان شاء الله ومربوحه ان شاء الله وصلوا للبلا كارما والاي اي. اي في الحقيقه جينا في واحد الجو اللي هو زواونا وباقي هذا الجو ان شاء الله زواون وجي نتسناو حنا هذه الفرحه اللي غادي نكملوها وغادي نربحها هي زويونه ان شاء الله. 2-0 في السيمان فرافا ان شاء الله. حنا هذه الكاس هذا 12 عام جايين على قبلونا هنايا وغنبقاو بلا نعاس حتى نجيبوا الكاس. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.